هقول لك حاجه بمناسبه انا وهو وهي. ايوه انا عملت كتاب اسمه خيال زوج، عباره عن 19 قصه زوجيه، يعني في قصه منهم عنوانها انا وهي وهي، مش انا وهو وهي. ايوه انا وهي وهي. ده يبقى راجل متجوز اتنين ده على طول. لا ابدا ابدا، ده المدام بتاعتي بتحب الحيوانات وكانت جابت قطه مجنونه، فانا قصتي كلها كاتبها على ان انا والسيده مدام والقطه والقطه اللي جننتني. انا مسميها انا وهي وهي، ده بالنسبه انا هو وهي يعني. منور يا استاذ حسن، الله يخليك. واول حاجه انت قلتها، قلت انا مبسوط قوي ان انا مش هتكلم في الرياضه. ينفع؟ عايز اتكلم في حاجه يعني حاجه تبقى الواحد فرحان وهو بيتكلم فيها. اللي هي ايه؟ عايز اتكلم في ايه؟ اي حاجه، بس الرياضه مخلياني متضايق، خصوصا الكوره يعني. او تنظيم الكوره او اداره الكوره في مصر يعني. في حاجات غير معقوله ان الواحد الحقيقه يعني اتكلمت فيها كتير. مش انا بس، جيلي كله والجيل اللي قبلنا كمان. وانا بستغرب يعني، انا مره نشرت مقاله للاستاذ فكري اباظه وهو صحفي قديم جدا طبعا سنه 1925، لو شلت اسم فكري اباظه ومضيت حسن المستكاوي هتقول نفس المشكلة بتاعت دلوقتي من 25 من القرن اللي فات لغاية النهاردة. يضايقك قوي ان يبقى عندك مشكلة والمشكلة دي بتتكلم فيها كل شوية، والمشكلة دي تقعد 60 سنة او 70 سنة وهي نفس المشكلة وما تتحلش. صحيح. يبقى في حاجة غلط. لا ما يبقالكش نفس تقولها تاني، ما يبقالكش نفس تتكلم فيها. عشان كده انا ببقى مبسوط بقى ان انا مش هتكلم في الرياضة. يلا.